معين نفرح به. نستعمل اللذة والمتعة من خلال إفراز هذا الهرمون بالجسم اللي هو الدوبامين. وأيضاً يخرج المفروض هذا الهرمون نسب ثابتة عن طريق المخ. مجرد ما تعرض شخص للمواقف الممتعة راح يفرز هذا الهرمون تلقائياً، يعني إذا كانت المواقف ممتعة. أكثر الأطباء هم يحذرون من هذا. ليش؟ هو عنده الهرمون إفراز الكثير أو القليل راح يصير عنده مشكلة. إذا أفرز كثير راح يصير عنده نشاط زاد في المناطق أو الخفق، هذا الهرمون راح يصير هناك عنده نوع من الخمول من الكآبة حتى قلق وتوتر. ليش؟ هو الإنسان دائما يميل إنه يكون حالته هي متوازنة ما بتوتر. دائما هذا هدف كل إنسان يكون حالته متوازنة بدون وجود أي توتر. بصورة عامة المخدرات لها أثار صحية وانعكاسات نفسية كلش كثير. يؤدي مثلا الحشيش مثل قال الأستاذ بصورة عامة، يؤدي بصورة عامة الحشيش إلى الهزال والضعف العام. هاي بعد سنوات طبعا ما تبين التعافي، ما بين سنة وسنتين، بعد سنوات راح يكون. بس كدراسات وأكثرها دراسات أنا أخذتها من المدن، يعني من بلاد عربية ما طلقت الأجانب، يعني دول أقرب إن ثقافتهم. فهنا مثلا بالمصر وضحت الدراسة